ضد الفساد الحكومي والمفسدين في البلاد، ومن أجل إطلاق الناشط المدني باسم خشان القابع في سجون السلطات الحكومية، خرج هؤلاء المتظاهرون في محافظة المثنى هاتفين بأصوات ملؤها الإرادة والرغبة في التغيير. أبناء محافظة المثنى هم إباتة للظلم وإباتة للظلم وضد الفاسدين، وهم اليوم متجمعين متظاهرين بصفة الرجل الواحد للمطالبة بأمرين، أولهما والمهم هو إطلاق سراح الناشط باسم خزعل خشان أولاً، وثانياً المضي بالقضايا التي قدمها للقضاء من أجل محاسبة الفاسدين. إذن فهو تحطيم صنم الفساد من رأسه حتى قدميه ما أراده أهالي المثنى، الذين تجمعوا ألوفاً مؤلفة بعد دعوتهم من قبل شيخ عموم عشائر البركات في العراق فاهم خزعل خشان شقيق المعتقل، للتعبير عن رفضهم لمظاهر الفساد التي تفشت في البلاد، ومنها اعتقال ابن محافظة المثنى الناشط المدني باسم خزعل خشان والحكم عليه بالسجن. باسم الذي اعتقل من قبل السلطات الحكومية لمجرد رفعه الصوت الرافض للفساد الإداري والمالي الذي انغمس فيه مجلس المحافظة وهيئة النزاهة عالياً، بكلمات قليلة خططها أنامله البيضاء. يعني انزعنا من المناشدات لدولة رئيس الوزراء بالإصلاح، نشوف بس بالإعلام الفاسدين وضرب ضرب المفسدين، وهاي تاليتها باسم خزعل الخشان أقام دعوة المفروض يحطون إيدهم بيد باسم خزعل الخشان تاليها تحت القبان، لا تكتم الأفواه، نعم الإصلاح، كل إحنا ضد المفسدين. سلمية التظاهرة والمتظاهرين في المثنى خط عريض أكد شيخ عموم عشائر البركات على عدم خروج أهالي المحافظة عنه لرسم أهداف تظاهرة اليوم والقادمات من التظاهرات بإتقان، والتي يعد الإفراج عن الناشط باسم خشان أحد أركانها. إننا سنستمر بالتظاهر لحين إطلاق سراح الناشط، وأيضا نؤكد أنه باسم خزعل خشان أنه قضية رأي عام. التظاهرة الحاشدة هذه لم تستطع السلطات الحكومية إيقاف قرار حدوثها وتحشدها، لا بإجراءاتها الأمنية المشددة الخانقة ولا بقطع خدمة الإنترنت عن المحافظة بهدف قتل روح التشاركية والتواصل الاجتماعي بين متظاهري المثنى وفصل هؤلاء عن العالم الخارجي الذي يتوق لمعرفة الوقائع والحقائق.